دكتور، هل شعور بالاستقلالية لدى السيدات تحديدا قد يؤجل قرار الارتباط، خصوصا أنه هذا الشعور الاستقلالية ما يجي إلا من بعد نجاح المرأة؟ نعم. هل ممكن يأجل؟ أكيد أكيد، لأنه هنا تشعر الفتاة بأن لها مستويات ذكاء خارقة وتبدأ في بناء أحلامها وطموحاتها وتؤجل سن الزواج لأنها تريد أن تحقق كذا، مثلا مستويات تعليم جدا متقدمة، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، وهذا كله يحتاج إلى فترة زمنية مقدارها سنوات. وهنا تكون في تخوف، هل إذا ارتبط بشخص معين يمكن أن يحبط أحلامي أو توجهاتي أو طموحاتي، فتقول خليني أكمل مشواري مثلا دراسي وأدخل التزم بعمل معين عشان بعدين يتقبلني، ما يعرق لي حياتي. وهذا طبعا هنا هي ذكية، لكن ذكائها من المستحيل أن يكون جد إيجابي إذا كان مستقل ومنفرد عن الأسرة. فالأسرة دائما في كل مراحل حياتنا، سواء كنا أطفال أو شباب أو حتى مراهقين وشيوخ، نحن نحتاج إلى دعم أسري، نحتاج إلى المشورة. حتى في ديننا الحنيف وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فالإنسان دائما يكون في علاقاته التفاعلية في تكامل مع الآخر، وقراراتنا مستحيل أن تكون صائبة إلا إذا كانت بالتشاور، وأقرب بيئة اجتماعية للتشاور هي البيئة الأسرية.